سيد محمد العربي زيتوت، يعني هذا الإرهاب الذي تنادى العالم أجمع من شرقه إلى غربه من شماله إلى جنوبه لمحاربته، وكأنه يعني لو أخذنا مثلا في سوريا، مثلا لو أخذنا مثل اليمن، ما يقال عنه إرهاب تنظيم الدولة القاعدة في اليمن، يعني ما قامت به هذه الأنظمة، نظام الأسد، نظام علي عبد الله صالح، قتلوا عشرات إن لم يكن مئات الآلاف، ولم يتحدث أحد، لم يقل أحد أنه يريد أن يحارب هذه الأنظمة. عندما ظهر الإرهاب وقتل ربما بضعة مئات، تنادى العالم. ما هي المعادلة هنا؟ ما هي الفلسفة هنا؟ الفلسفة تعود إلى حوالي 500 عام. 500 عام كان ماكيافيلي يوصي أميره في كتابه الشهير الأمير من أن إذا لم يكن لك عدو فعليك بصناعته. صناعة العدو، إيجاد العدو ضروري ومهم جدا. عندما قامت القوى الغربية بغزو العالم بما فيها مناطقنا قبل 200 سنة، 250 سنة تقريبا، 100 بالنسبة لبعض البلدان، 100 سنة، 120 سنة، كان الآخر في وطنه، في أرضه، في بلده هو الوحشي، هو البربري، وكان الغربي القادم من هناك يذهب بما سموه لا ميسيون سيفيزاتريس، المهمة الحضارية. فتم، نعرف ماذا حدث قبل 3 قرون من ذلك في أمريكا الشمالية مثلا، حتى في أمريكا الجنوبية، ما حدث في أفريقيا، ما حدث كل هذا، ثم أعيد إنتاج هذا عندما بدأت الثورات التحريرية، انتفاضات التحريرية. مثلا ثوار الجزائريين عندما كانوا يقاتلون لاسترجاع وطنهم كانت فرنسا تسميهم إرهابيين. إذن فالعملية واستخدام الإرهاب ليس جديد. الإرهاب يبرر عدة سياسات، يبرر هو أدوات في حد ذاته، لكن الطفرة الجديدة أو الاختراع الجديد ظهر قبل حوالي 25 سنة. ظهر في فلسطين عندما كان كل الذين يدافعون عن حقوقهم في فلسطين، حتى فقط عن ما بعد 67، تعتبرهم إسرائيل إرهابيين. تختالهم، تختالهم في الداخل وأحيانا تتابعهم في الخارج أيضا. ظهر أيضا في الجزائر في 92. متى ظهر في الجزائر؟ بعد انقلاب على إرادة شعبية، على انتخابات شعبية شهد لها النظام قبل أن يشهد لها العالم بأنها كانت حرة ونزيهة. لم يكن هناك إرهاب في الجزائر آنذاك. ربما كان هناك مجموعة هنا أو هناك، مجموعة متنطعة ترى في أن الحل مع هذه الأنظمة هو السلاح، لكن الأغلبية الغالبة من الناس، الأغلبية الغالبة من الناشطين، من الجماعات، من الأحزاب، كانت ترى الطرق السلمية في الحوار. هنا أيضا لا ننسى أفغانستان. فالاتحاد السوفيتي عندما غزا أفغانستان اعتبر الأفغان الذين يدافعون عن وطنهم، عن بلداتهم، عن إرهابيين. مرة أخرى وجدنا جنرال عربي في جويلية 2013 يتحدث عن إرهاب محتمل بعد أن قام بانقلابه، بمعنى أنهم كلهم يحتاجون إلى الإرهاب، وعندما لا يجدونه يجب أن يصنعونه. أحيانا بعض الجماعات، نعم، اضطرت داخل السجون العربية، عندما تمر بالسجون العربية، عندما تقرأ الكتابات، مذكرات الذين مروا بها، تشعر أن الذي يدخل إلى سجن عربي ولا يخرج قاتلا، مختلا، إرهابيا، فهو الإنسان غير طبيعي من شدة ما يلاقونه. مع ذلك فالأغلبية الغالبة في الحقيقة لم تمارس الإرهاب ولم تمارس العنف المسلح إلا في حدود ضيقة وأحيانا في ردود، ولكن الجزء الأكبر في واقع الأمر هو المجموعات المفبركة أو المخترقة. عندما تتحدث اليوم عن داعش أو عن القاعدة، بالتأكيد لقياداتها ولكثير من منظريها تفكير بمواجهة هذه القوى العالمية أو القوى المحلية بالعنف المسلح، لكن كلما زدت تطرفا وتشددا واستخداما لهذا العنف كلما سهل اختراقك. وهنا تكمن الحقيقة، وهو أن الاختراق لهذه المجموعات يصبح كثورة مضادة وليس كما نشأت من أجلها.